كثيرون يتبعون حمية غذائية دون العودة لأخصائي تغذية، بالتالي تؤثر على الصحة، الطاقة الجسدية، وربما أيضا تتفاقم المشكلة. ومع انتشار أنظمة غذائية وحميات متعددة، انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة ما يعرف بنظام الكيتو. عشان نعرف أكثر عن الكيتو، خصوصا أنه في إقبال كبير عليه الحين، صرت أشوف الشباب أول زمان يقولك والله ما أبغى أكل مسوي دايت، الحين لا، يقولك وخر لي الخبز، أبغى أركز على البروتين، اللحوم أو الدجاج. عشان نعرف وناخذ معلومات أيضا زيادة، نرحب ضيفتنا هنا في الاستوديو أخصائية التغذية الأستاذ وجدان قطب. أهلا وسهلا. صباح الخيرات. صباح الورد. يا هلا. إيش الأشياء اللي تنوكل مع الكيتو والأشياء اللي ما تنوكل مع الكيتو، عشان تعطينا أيضا لمحة عن فكرة الكيتو؟ طيب، أول شيء الكيتو نظام يعتمد على دهون وليس بروتين. يعتمد على دهون عالية. الكيتو الأساسي 70% دهون، 20% بروتين، 10% كربوهيدرات. معناها أنت قاعد تقلل الكربوهيدرات أقل من 50 جرام في اليوم. وهذا الشيء اللي إحنا نقول إنه غلط. طيب، إيش الأشياء اللي تنوكل؟ تنوكل كل أنواع الدهون، كل أنواع الصوصات، كل أنواع اللحم والدجاج والسمك، سواء كان دهني أو غير دهني، مقلي مشوي، مش حتفرق. حتيجي تقول إيش الممنوع؟ نجي نقول لك الخضار والفواكه. حنجي نقول مثلا الكربوهيدرات اللي هي مثلا الخبز والمكرونة والرز، بعض أنواع البقوليات وبعض أنواع الحبوب. ليش؟ لأنه هنا إحنا اعتمادنا أكثر على إيش؟ على دهون، على بروتين، أكثر من كون الكربوهيدرات البسيطة أو المعقدة. فنيجي نقول لما يقول مثلا عبد الإله إنه والله الناس تاكل لحوم، تاكل دجاج، صح تاكل. ليش؟ لأنه نسبة الدهون فيها عالية كمان. وما يروح يدور الشخص اللي يتبع الكيتو نوع اللحم أو الدجاج اللي ما فيه دهن، لا بالعكس، ياخذ اللي فيه دهن. يعني احنا مثلا في الحميات العادية نحاول ناخذ مثلا صدر الدجاج عشان يكون نسبة الدهون أقل. لا، في الكيتو ممكن ياكل الفخذ، ياكل الجناح، ولا يهمه ولا حتفرق عنده، بالذات الناس اللي تحب انها تاكل. طيب، الناس اللي حتستخدم الكيتو او حتتبع الحميه الغذائيه الكيتو، كيف حيكون عندها طاقه، مجهود، تركيز، عمل، نادي، رياضه، اذا هي ما بتاكل شيء يعطيها طاقه؟ شوفي، اعتماد الجسم اصلا على الجلوكوز عشان انتاج الطاقه. لما الدماغ يصير عنده ما في جلوكوز، حيوصل لوين؟ حيروح ياخذ من الدهون، يحولها الى كيتونات يستفيد منها الجسم. يعني لازم يدبر نفسه، لازم يلاقي مصدر بديل. هل هذه العمليه هي اللي بتخلي الحرق يزيد فبينحفوا؟ هي بينحفوا، بيحرق الجسم زياده، بس انت خلي بالك انه في تراكمات. الكيتونات هذه لما تنحرق لها تاثيرات سلبيه. عندك ممكن ياثر على الكبد، ممكن ياثر على الكلى، ممكن ياثر على الدورة الدموية. عشان كذا احنا نقول دائما مع اي حمية غذائية لازم رياضة، لازم نشاط بدني، لانه تراكماتها في الجسم حتأثر سلبا. الكيتو كمان في ناس تهمل موضوع الموية، مهم جدا الموية، يأثر ممكن في ناس احنا نسميها انفلونزا الكيتو. في ناس بداية ما يبدأ الحمية هذه يتلاقي اعراضه زي الانفلونزا، اللي هي الدوخة والحل والاستفراغ أو الغثيان، هذه كلها موجودة. فهذه إنفلونزا كيتو. في ناس لا، يجيهم خمول، نوم زيادة، في ناس يجيهم أرق، فهي تختلف على حسب تقبل الجسم. في جسم يتقبلها ويمشي وما يحس بأي أعراض والحمد لله، بس دائما نقول لازم يكون في تحاليل قبل وتحاليل بعد، تشوفي مستوى الدهون، لأنه الدهون على الكبد حتضر، الدهون في الكلى حتضر، في الجسم عامة حتضر إذا زادت. فلازم الواحد يبدأ يراقبها. صح اللي حينحرق دهون عشان كذا الجسم ينزل، لكن في نفس الوقت أنت قاعدة تدخلي دهون كمان للجسم. يعني اللي نفهم الآن أنه الكيتو مش المفروض يكون أسلوب حياة بالنسبة لأي فرد، هو نظام غذائي لا يمكن الالتزام به الا باشراف طبي، مؤقت كمان. مؤقت ايه، يعني اللي تقول ان لايف ستايل ولا يقول لك انا بمشي عليه مثلا اكثر من 3 شهور، غلط. يعني انا بالنسبه لي انا لا افضل استخدامه، لانه اصلا بدايه هم كيف اكتشفوه لمرضى الصرع. يعني هو عشان الناس هذه بتعرفي لهم طريقه علاج معينه، لهم طريقه ادويه معينه، لهم حركه معينه، بعدين لازم كانوا يحدوا لأنه صار الوزن يزيد، فصاروا يحدوا من هذا الشيء بأنهم يعطوهم، كان أول يعطوهم حمية قليلة الكارب، بعد كده بدأوا يزيدوا الدهون، لقوها أفضل لهم وقدروا يستبدلوها فصارت الكيتو. ولكن حرجع أقول يستخدم شهر، يحلل يشوف وين مستوى الإنسان، وين وصل في الدهون في الجسم، يرجع يكمل. هذا لو حب أنه يكمل. في ناس أنا أنصحهم أنه شهر ووقف، لأنه لازم يتغير الجسم، لأنه أنت ما قاعد تأخذ كل المغذيات. إذا قلنا فواكه وخضار ما قاعد تدخل النظام الغذائي الصح، أنك تأخذ
كل العناصر اللي انت تحتاجها بدون ما انك تزود شيء على شيء، انك توازن، وبالاضافه الى النشاط البدني. اذا انت ما حركت لا تقول حميه من غير رياضه، رياضه من غير حميه ما تنفع، لازم الاثنين سوا. طيب علاقه الكيتو بالام الظهر او الام العظام بشكل عام؟ طيب شوفي انت قاعده تغيري نظام جسم كامل، فلما تيجي تقولي انه والله جاني الم في العظام، جاني الم في الكلى، جاني الم في الظهر، طبيعي. ليش؟ لانه انت غيرتي كل المغذيات اللي كانت تاخذها الاعضاء الحيويه. لما تغير عليها صار انت تركزي على نوعيه معينه، النوعيه المعينه هذه ممكن تاثر. ليش؟ لانه انت دهون، اذا كان عالي دهون معناها اثرت انها تاثر على العظام لانه تعطيها ثقل. طيب بعد كذا بعد فتره لما يبدا يصير فيها تمارين وتبدا تزيد التمارين حيبدا هذه الالام تروح تخف مع التدريج. والافضل مع الكيتو يكون فيها حديد، افضل من الرياضات الهوائيه. اي لانه انت تبني هنا الجسم، تبني العضله عشان ما يصير فيها ترهل، ما يصير في الجسم يعني ليونه، فتخلي الجسم مشدود اكثر. طبعا امراض مثل النقرس او الامراض المرتبطه بالبروتينات ممنوعه بالنسبه لممنوعين من الكيتو. اللي ممنوعين الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، مشاكل في القلب والمشاكل الدمويه، والناس اللي عندهم امراض زي النقرس. بس الناس اللي عندهم سكر، في ناس استفادوا منه. اللي عنده سكر، في ناس استفادوا من الكيتو كثير، انه اللي عنده سكر نزل له السكر. ليش؟ لانه قاعد يحرق الدهون هذا المتكومه في الجسم، فهنا استفاد. فهي سددوا وقاربوا، نشوف الفائده. دائما احنا نقول ليش تحت اشراف طبي؟ انه احنا نشوف هذا الانسان استفاد، نبدا نلاحظه في خلال الاسبوعين الاولى استفاد او ما استفاد، ايش التاثيرات الايجابيه والسلبيه. لو شفنا عليه سلبا حنقول له وقف، حتى لو نزل له سكر. بس لقينا مثلا دهون ارتفعت، لقينا عنده مشكله ثانيه في الضغط، لقينا عنده مشكله ظهرت في الكوليسترول، فحنبدا هنا نوقف، نقول له وقف شوي. الناس اللي بتجتهد وتاخذ من كل بحر قطره، ما تاخذ شيء من الكيتو على شيء من مش عارف ايش، من اتكنز شويه ومن هنا شويه، هذه ايش تقولي لها او كيف تتعامل؟ ما ينفع. هو انت لما تبغى تاخذ نظام غذائي لازم تاخذ نظام غذائي بحذافيره كامل. ما ينفع ألقط من هنا ومن هنا. ليش؟ لأنه أنا ما استفدت. يعني حمية البحر المتوسط ما فيها مثلا، فيها تعتمد على خضار وفواكه، حمية الكيتو تعتمد على دهون عالية، حمية الأتكنز تعتمد على بروتين عالي. فالناس دائما تقول أتكنز زي مثلا كيتو، لا لا لا، الكيتو يختلف لأنه دهونه أعلى. فهنا هذا الفرق. ما ينفع ألقط لأنه أنا ما حاخذ الفائدة اللي أنا أبغاها. يعني أنا حاطط في بالي في نهاية الشهر أنزل من مثلا من 4 إلى 7 كيلو، أنا ما حأنزلها. لا. ليش؟ لأني أنا ما اعتمدت على الشيء الصح. كثير من الناس تخاف في الدايت، يعني أعتقد أنه كثير من الرجال يخاف من ضعف القوة البدنية، خصوصا إذا كان مثل ما ذكرت أنت تحتاج التمارين مقاومة، يحتاج وزن عالية، وإذا كان رياضي يعني بشكل كبير. الدهون حتعطي نفس فعالية الكربوهيدرات؟ تختلف. شلون؟ كنشاط وجسم إيه؟ الجسم حيبقى نشيط، ممكن في الأول يجي له خمول. نعم. لانه زي ما قاعد اقول انه تغير النمط الداخلي للجسم، لكن بصفه عامه حيكون نشيط، حيقدر يروح النادي، حيقدر يمارس اي حتى اي نوع من العاب القوه او العاب المقاومه. الكفاءة الرياضيه بتكون نفس بتكون نفسها. يعني في بعض الناس اللي يروحون نوادي ويدخلون حتى على بطولات ممكن يعتمد على الكيتو. ليش؟ هو قاعد يوازن، بس لانه عنده مكملات. احنا لازم نقول للناس انه في شغله، الكيتو ما قاعد يعطيك كل القيمه الغذائيه. معاه ممكن ياخذ الواحد مكملات. الناس اللي يروحون نوادي، اللي يشتغلون على بناء عضل، هنا ياخذون الواي بروتين وياخذون الاشياء اللي زي كذا، بروتينات مكمله. اما الناس العاديه حتلاقيهم ياخذوا مالتي فيتامينز، وياخذوا مثلا حيبدا تساقط الشعر فلازم ينتبهوا لتساقط الشعر، ممكن يسبب فقر دم فلازم ينتبهوا لفقر الدم. هنا نبدا عشان هذا السؤال المهم فعلا. يعني الواحد ده ما اخذ خضار وفواكه، كيف حياخذ الفيتامين يعني؟ عشان كذا دائما نوازن. السبلمنت ما تخرب الكيتو ايضا؟ لا، هي ما تخرب الكيتو. السبلمنت ما تخرب الكيتو، هي مع الكيتو لازم سبلمنت. بالذات الناس اللي الناس اللي تاخذ على مستوى طويل. مشكله انه الناس عندها أكثر. اعتقاد انه الفيتامينز حتفتح الشهيه فحياكل اكثر فبتبعد عن الفيتامينز. ما هو في الاول وفي الاخر هو كميه الاكل اللي اكلها وكميه الحرق، لانه انت المفروض انك تحرقي اكثر ما بتاكلي. اذا حرقتي اكثر ما بتاكلي فما حينفتح لك الشهيه. حتى لو اكلتي مثلا اكلتي 2000 سعر حراري وحرقتي 2400، معناه انت حرقتي اكثر. فهذه فتحه الشهيه ما حتاثر عليكي. فدائما الناس لازم توازن. يعني مو معناها كمان اخذ الكيتو والفيتامينز اخلي الجسم يتعب. حتجي بعد الكيتو حتقولي طاح شعري، وجهي صار شحوب، صفر، ما عندي اظافيري، تكسرت، فحتبدا تلاحظي السلبيات. هنا لازم احنا نعتمد من بدايه الكيتو. لازم عشان كذا دائما نقول مع مختص. ليش؟ يعطيك الايجابيات، يعطيك السلبيات، يفهمك ايش الطريق الصح وتمشي. انا عشان كذا اقول لك شهر نوقف،
بعدين نكمل بعد شهر شهرين ثانية. ليش؟ عشان نعرف إحنا وين مستوى المعادن في الجسم، مستوى الفيتامينات في الجسم، نعرف أنت جسمك يتقبل أو لا. يعني معلومات مهمة، شكرا جزيلا لوجودك معنا وأيضا لإجاباتك أخصائية التغذية الأستاذة وجدان قطب. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم.